عايز اقول الحقيقه بقى، في المعسكر عندكم المغربي من الاخبار طبعا اللي بتتقال لنا وبنسمعها ان هو سايب شويه، يعني زي اللي حصل مع حمد الله واللعيبه اللي فيه خلافات، وبرده وليد ازارو كان اتكلم قبل كده ان هو لما راح المعسكر المغربي الدنيا فيها سايبه، وهو بيبقى فيه زي شلل، يعني شلل كده، الناس بتتفق على بعض جوه. فدي حاجه انا خايف عليها على المنتخب، رغم ان هو المفروض كاسامي المنتخب المغربي يعني هو والسنغال مرشحين الاول للبطوله، بغض النظر ان مصر اللي في الدوره في مصر، بس المنتخب المغربي اتقل من المصري دلوقتي، عندهم حكيم زياش، عندهم كذا لعيب يعني ما شاء الله تقال في كل حته، فهو وعندهم طبعا بن عطيه، فهم المشكله بس عندهم لو مسكوا نفسهم شويه. وطبعا المدرب يعني ده معاه اتنين ما شاء الله، اتنين افريقيا قبل كده، لو مسكوا بس المعسكر اتمسك شويه هيفرق معاهم جدا قدام، بالذات في المراحل اللي قدام. يعني زي ما انت شفت الاداء كمان في الماتش ده ما كانش اللي هو، مش ده المنتخب المغرب ولا ده بتاع كاس العالم، فاحنا بس مستنيين قدام شويه ايه يمسكوا بس يعني يسيطروا شويه على المعسكر بتاعهم. الحقيقه انا اتفرجت على الماتش اللي فات بتاع المنتخب المغرب، وانا يعني متابع جيد بالنسبه للفرقه، والحقيقه انا عندي بس تعليق بسيط بالنسبه خالد بوطيب. لعيب جيد جدا ومهاراته عاليه وكل حاجه، بس خروجه من 18 للاستلام من الخلف للامام ضعيف جدا. والله انا يعني كان نفسي وامنيه حياتي ان هو كان المدرب الوطني كان فكر في ازارو لعيب صغير يا جدعان، ازارو لعيب سريع، ازارو بيعمل بينقل نقله سريعه جدا وعنده خطوره عاليه جدا بالنسبه للديفنس اللي هو امامه. ان شاء الله يكون في مستوى المنتخب الوطني، يكون في مستوى جيد، وان شاء الله يربح الماتش الجاي مع كوت ديفوار بمشيئة الرحمن ويتأهل، ونشوف ان شاء الله في التصفيات، ويكون يشرفنا هو والمنتخبات الوطنيه وعلى راسهم المنتخب المصري. وانا سعيد جدا، وان شاء الله بمشيئة الرحمن يكون في احسن توفيق للمنتخب الوطني المغربي، وبالتوفيق ان شاء الله. نيجي بعد كده المنتخب المغربي الشقيق واللي انا بدعمه، منتخب مغربي قدم اداء لم يرضي متابعيه ولم يرضي محبيه في الشوط الاول، ولكن الاداء تحسن كثيرا في الشوط الثاني. المنتخب المغربي يجب على بعض اللاعبين التعاون، يجب على بعض اللاعبين اللعب بصوره اكبر، زي حكيم زياش اللي عليه كل الاعتمادات وكل الامال، لعيب كبير، لعيب في اياكس. ان شاء الله المنتخب المغربي يحقق الهم وهو الثلاث نقط، وان شاء الله يقدر ان هو يحافظ على الاقل على عدم الهزيمه امام كوت ديفوار عشان يقدر يتاهل للدور الثاني ولكل حديث بقيه، يعني مباراه دور ال 16 ان شاء الله المنتخب المغربي هيلعب كل مباراه كانها بطوله ويقدر يفوز ان شاء الله في النهايه.